السلام عليكم. النصر أساسي أمام سبال وميلان يعود بتعادل ثمين. عاد ميلان بتعادل من ملعب سبال بعد أن كان متأخر في النتيجة بهدفين لصفر. نادي سبال، للتذكير نادي سبال أكمل اللقاء بعشر لاعبين مدة الدقيقة 40. الهدف الأول جاء بعد ركنية وأخذ ورد في منطقة الجزاء، أين سجل فالوتي الهدف الأول في الدقيقة 7. الهدف الثاني سجله المخضرم فلوكاري في الدقيقة 30 بعد تسديدة جميلة، وذلك بعد الباديليو قلص الفارق، يتمكن ميلان من تعديل النتيجة قبل نهاية اللقاء. بن ناصر غادر في الدقيقة 70. لمن يريد أن يشاهد ملخص اللقاء وكل ما قدمه بن ناصر، سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف.